تذكر ايه مش من زمان كنا ناكل بالمطعم ونشرب كمان ونغني بحبك يا وطني حبك يا لبنان لسه فاكر كان الغنية بطريقة كاريكاتورية هي صراع بين انه اللبناني العايش بده يروح بعده على المطعم بس المطعم الصحون فاضية صارت وبيعتبر انه هو بده ياكل سوشي بس بيمسك تشوبستيكس بياكل فيهم زيتونة وترمس صارت 2020 واللي راب الأرض وما بقى في غير كل ما يصير شيء كل ما تنقطع الكهرباء كل ما تنقطع الماي كل ما يصير شيء نكتبون عندي شيء 7 versions of the song عرفتي فكانت فشة خلق أنا بالنسبة لي الغنية هي فشة خلق يعني ما هو الهدف غير إنه to document الشيء اللي عم بيصير اللي هو لقلي مهم كأرتست لازم أعمله كمان كتير مهم تفش خلق العالم لأن أنا ممكن في حدا عم بفش اللي خلقه